اصلا ما نسكنش نعملو دونك اليوم مع بعضنا قال دي غوا باش نعمل الكلاسيك هذاك علاش نستحقوا مع بعضنا اون بات فويتي. انا ما عملتهاش في الدار، تنجموا تشوفوا غسيت على الانترنت كان تحبوا تعملوا بات فويتي وحدكم. انا شريت الباك وذا موجود في والمارت الجماعه في كندا، دونك باش نقسموا على اثنين باش نستعمل طرف للفون نتاع الجاليت وطرف باش نغطي بها. البات فويتي دي ما فيه جيلاتين ما تخافوش، تفقدت لي زانغريديون الكل. دونك باش نبداو نبدا نولي فيكم في الحاجه بالحاجه. نعملها باللوز على فرانجيبان. شو معناتها فرانجيبان؟ معناتها فيها كريم داموند ومعاها مخلطه كريم باتيسيير. دونك في كاسرونه اول حاجه نبداو نحطوا 350 مليليتر حليب، حليب عادي، باش نزيدوا عليهم عظمه. دونك عظمه كامله الابيض والاصفر. 30 غرام من شاي اللي هما يطلعوا زوج مغارف معبين، وشويه سكر فاني والا فاني، انا اللي عندي كونسونطري داك على حطيت شويه، ولا فاني ليكيد زاد كان عندكم، ولا اون غوز دو فاني داك لي ديال ما كان عندكم الفخي. دونك بالفوي هكا نحركوا بالبدا حتى لين الميلونج كل يولي ام جيم، ما يقعدوناش كعابر نتاع نشاي ولا العظم كيما هكا تراو ما عادش يقعد ما يتخلط كومبليتوم. Mais une fois le mélange est homogène, donc tu mets le gaz, tu peux le faire sans arrêt, mais il ne faut pas le faire. Une fois table, vous filmez au contact, tu mets le plastique, tu mets le crème de couche, tu mets le couche de l'épsa, ou tu mets le genap ou tu mets le crème d'amande. Donc, comme tu vois, il y a une crème qui est en train de faire, donc tu mets le crème de couche. دونك هذه تاو الكريم تاعي فرغتها حطيتها في صحن، حطيت عليها كيما تراو البابيي ترونسبارون هذايا، لصقتو فيها باش ما تعملش كيكوش كليبسه، وطبش نخليها تبرد، تنجمو تحطوها في الجدار تبرد. حاجه باش نبداو بها، دونك حطيت لهنا 60 غرام زبده بغمو لازمو ما يكونش يابس، ومعاه 125 غرام سكر، وباش نبداو تاو نركضو فيهم حتى يوليو كي الكريم. السكر والزبده دونك تاو تخلطوا كيما تراو بالكدا، باش نزيدهم تاو البودغ داموند اللي هي 150 غرام بودغ داموند. دونك باش نزيد البودغ داموند ونخلط الكل مع بعضو، باش نزيدو الميلونج نتاعنا العظمتين، دونك زدت العظمتين وكيف كيف باش نخلط الكل مع بعضو. بعد ما خلطت لي زانغريديون الكل باش نزيد شويه نكتين من روح اللوز المر، تنجمو تزيدو شويه عطرشيه ولا زهر، زهر جينيرالمون عطرشيه لا ماجيش ياسر باهيه في الكاليت دي غوا، تنجمو تزيدو شويه زهر ولا كيفيه انا تزيدو، تنجمو الفاني زاد تحطو ولا روح الروز المر، متحطوش ياسر على خاطر لي زاغوم كي كثروا منهم يولي المطعم تاعهم خايب. هذه تاو الكريم داموند نتاعي حضرت، باش نحل خلطوها تاو بالكريم باتيسيير باش تولي لنا اون كريم فرونجيبان. دونك تنجمو راهو فما معناتها دي تارت تتعملو جوست بالكريم داموند كيما هذيك هاو ما نزيدوها حتى شي، تحبوها على فرونجيبان دونك زيدوها الكريم باتيسيير. تاو باش نزيدها الكريم فرونجيبان، دونك حكيت 150 غرام، حكيت 3 مغارف يطلعو كبار نتاع ماكلة معبين. هذه الكريم فرانجيبان نتاعنا حضرت، دونك تو باش نحطها في الفريجير نخليها ترتاح لو طون اللي انا نبدا نحل في البات. حطيت الفول يسخن على 180 درجه. انا قسمت البات فويتي نتاعي على اثنين، دونك باش نحلهم الزوز كيما ترا حضرت مول الديامتر نتاعو 20 سنتيمتر، حطيت شويه فرينه على البلون طرافاي نتاعي باش البات ما تلصقش، كيما تعرفوا البات فويتي تبع بيها بالزبده دونك فاسيلمون تلصق. باش نبدا تو نحل فيها على ديامتر نتاع 20 سنتيمتر. دونك لهنا كيما تشوفوا حليتها متحلوش جويده ياسر باش الفويتاج نتاعها من بعد يطلع باهي. طب باش نقص السيركل الاول، السيركل الاول الديشي هذاك اللي يفضل خليوه تنجمو تعملو بيه دي باتي تارت سالي دونك تتصرفوا فيه. حليت توا السيركل الثاني كيما تشوفوا، جي بوشي لهنا الكريم تاعي، وباش نبدا توا نحط فيها فوق البات، ومن الجناب ما تنساوش تخليو 2 سنتيمتر معناتها من غير ما تحطو فوقهم الكريم. كيما تراو هكا نبداو من الوسط وحدنا هكا نعبيوها، وما تنساوش من الجناب ردوا بالكم سينو تتحللكم بعد في الفور، دونك تخليوك 2 سنتيمتر في الجناب فارغين. انا عملت الكوش الاولى باش نعاود فوقها كوش ثانيه باش تطلع من داخل فريمون فيها معناتها كونتيتي جينيروز تاع كريم داموند كيما تراو في الجناب ما قربتش. او اون فوا حطيت الكريم تاعي باش ناخذ الكوش الثانيه نتاع البات فويتي باش نغطيها بها. جي ديبوزي ديسك ثاني على اللول هكا، نحاول لك ننزل بشويه هكا باش نلصقها. اخرى حبيت نقولها لكم اللي الكريم راهي فضلت، دونك تنجموا تعملوا جاليت اكبر من اللي انا عملتها، تنجموا حتى الدوبل نتاعها ما تعملوا جاليت نتاع ديامتر تاعها 40، انا عملت جاليت صغيره، وتعملوا دو جاليت نتاع 20 سنتيمتر كيما عملت انا.
اون فوا سكرتها كل شيء باش ناخذها نهزها ونقلبها على الفاس الاخرى. هذيك تخلي لكم فينيسيون تاع الجاليت تاعكم تجيكم ازين وتجيكم معناتها منظرها خير وقت اللي تقلبوها على الفاس الثانيه. قلبت الجاليت نتاعي كما تشوفوا نزين فيها. دونك باش ناخذ سكينه هكا بالفاس اللي ما تجرحش هذه من تالي باش نجي باش نبدا نعمل هكا. دونك جوست نزل عليها بشويه، سامحوني يديا بالفرينه، باش ندهنوها بشويه اصفر عظم ملح شويه مش برشا، نحطوهم بالقدا وندهنو بيهم الجاليت نتاعنا ومن بعد نحطوه في الجدار ترتاح نصيف ساعه قبل ما نبداو نزينو فيها. نبدا هكا ندهن فيها، كي تبداو تدهنوا ردوا بالكم ردوا بالكم الاصفر نتاع العظم يهبط على الجناب، خاطريتو كان هبط على الجناب الفويتاج ما يسو ديفلوب ما يطلعلكمش تاع البات فويتي. دونك ردوا بالكم الجناب ما لازمش يهبط عليهم العظم. على فريجدير حكيت دريجين دي مينوت كيكا ونعاود نخرج نعاود ندهنها مره اخرى، هذاك يخلي لنا من بعد الجاليت نتاعنا تطلع تلمع على الاخر كي نعملوها هكا ندهنوها مرتين. دونك تو خرجتهم في الجدار نعاود نعمل لها دهنه اخرى، من بعد نخليها ترتاح نصيف ساعه ونحطها تطيب في الفور حكايه 40 دقيقه من 30 ل 40. نتوما ديما عصوا عليها كي تروح مارت والفويتاج والفويتاج نتاعها طلع. دونك وقتها تعرفوها طابت تخرجوها وكديما عينكم ميزانكم راه خد كل فور وكيفاه. كينو فما حاجه راكم تقولوا شبيه ما عملتهاش بني ما حطيتش الفاف، انا حطيتهاش راني عن وعي خاطر مراش علاش نحطها، نعرف اللي هي الجاليت هو معموله الحكايه هذه، اما انا ما عملتهاش. دونك نتوما كان تحبوا تحطوا الفاف من داخل تنجموا تحطوا في الجاليت نتاعكم. باش بعد ما عاودت دهنتها مره اخرى باش نعاود ندخلها للفريجيدير نصيف ساعه. عديت دونك باش نعمل نبدا كل الزينه نتاع الجاليت نتاعي. اول حاجه نبداو بها نجيو في الوسط كنعملوا الشيمينيل باش تخرج منها السخانه. دونك نقبوها هكا نقبه صغيره باش نزينها بالطريقة الكلاسيك. نتوما تنجمو تعملو الزينة اللي تحبو عليها، نجيو بقفاية سكينة خاطر لازمش نقصو البات فويتي راهو، ونجيو هكا نبداو نعملو لي فورم. دونك باش نكمل أنا هكا بالطريقة هذي حتلي نكملها الكل. دونك تو لهنا كيما تشوفو كمال زينتها، تو باش ندخلها الفور بين نص ساعة وربعين دقيقة تقعد. ديما عصو عليها كيما قلتلكم على 180 درجة. نتاعي خرجت من الفور، شوفوا الفويتاج كيش ديفلوبي تاع فون. دونك شوفوا الكولور نتاعها من فوق كيفاش، مانيش ملزومين معناتها نحطوا سيغو ولا حاجه، فريمون تلمع على الاخر نعرفش كان تراو فيها اللمعه ولا لا، ما تسحقش حتى تعرفش نحطوا لها سيغو. اللي يحب يحط سيغو ينجم راهو، انا بالنسبه ليا ما تسحقش دونك تلمع وكل شيء. دونك سهله الغسيل كيما شفتوا، ان شاء الله عجبتكم. على بروشين سينو انا قعدت لي في الفور حكيت 35 مينوت كيما قلت لكم، ديما شوفوا بين نص ساعه و 40 مينوت. دونك من داخل شوفوا محلاها الكريم كيفاش موالوز. دونك ان شاء الله عجبتكم.